السلام عليكم اصحاب اليوتيوب، على بالكم باللي اليوم راه عندنا 37 درجه مئويه كما يقول لك في الانجليز. تفكرني بعام عام دوارة، نقل واحد العام جاتنا افر تاع دوارة، كان العيد الكبير كيما هكا هي. وعلى بالك مسخنا لخاطر الصبح من نضنا وراحوا داو هذاك الكبش، ما على بالك كيما نقولوا حنا داو كدلوه، هي جابوا الدوارة لعندك ها قبل قطعونا الماء على بالك. روح تشوف واحد مسخنا هي، قال لك وكان العيد الصيف ديك الساعات، كان العيد على بالك طاح وقيل افير تاع اوت ولا حاجه كيما هكا. هي الدار داروا لي الدواره، داروها لي في بورصه هي، وقال لك روح عند وحدين نعرفوهم ساكن حباب في الله كيما يقول لك. هي قال لك هذوك بالك عندهم الماء وعندهم نقيها تماك، دوها دي عندهم ينقوها. هيا وتخيل كيما هاكا الحموان، راك فاهم داك الحموان اللي يجي واعر هذاك تاع لي موسيك تطرطق الروحة على بالك. هيا وانا نتمشى كيما هاكا بورصة هذيك تاع الدوارة والدبان يتبع فيا، هيا متراسي كيما هاكا طالع كيما هاكا نحوس على كاش بلاصة فيها الماء، راك فاهم ما بيش على فكرتني بالقصة تاع الدوارة. شوفوا جماعة هذي شعال ما جيج على بالي، هذي شعال ما جيج، يعني مقصر في حقكم وحنا بكم. هي قضية تاع كيما يقول لك، كاد واحد الوقت كانت جماعة بزاف هنايا وكان الناس تدي وترد وكل شيء، وراني سيوم بلي مازالت كاينة، ولكن على بالك يفوا تحبس ال يفوا نشوف في شعري دروك، نشوف الكاميرا في شعري. لا حضرك على بالك، لو كان غير زعمك مشطها ولا حاجة، هي ماشي قضية تاع مشيط على بالكم، والله ما قضية تاع مشيط على بالك. هذا الشعر هذاك تشوفيه تاهي بالاخر كيعيطوا لها، هي تروح عند كي عيطوا لهذاك اللي مقص الشعر كي يسموه، على بالك شكون هو يهضر عليه، الكبر هذاك اللي مقص الشعر، تاعي بالقومينه، تاعي بالمشطات، تاعي بالشامبوان، تاع البرودوي تاع الدراري، برودوي تاع الكبار، برودوي تاع الرجال، برودوي تاع النساء. ها هذا ما تعطيك، هذا ما حبت البقره كيما هكا راكم تشوفوا، اللي يبغيني كيما هكا، اللي يكرهني كيما هكا. هذا الشعر هذا ما عندي كي ندير له، عرفت؟ شو بغيت نقول لكم؟ قلت لكم بلي في هذا الفيديو في كنت قرا في الديسكريبتيف تاع لا فيديو هادي، غادي نعطيكم النيميرو تيليفون تاعي، داكور تاعي، نعطيكم النيميرو تيليفون، ما تعيطليش تبقاش تليفوني تليفوني حما وكل شيء، ما غاديش نرفد لخاطرش غادي هذا يتقرق من راسي، كون نبقى نرفد غادي هذا تقلبوا لي. شنو غنديروا؟ ندير فيه واتساب هذا التليفون، غادي نديره سيلونسيو خاصني في مكان لا تعيط فيه، ولكن خلوا لي دي ميساج في واتساب، خلوا لي ميساج في واتساب، لا عندك سؤال لا عندك حاجه، وهذه الحاجه تكون فيها منفعه عامه، مثلا عندك سؤال ولا عندك مشكله ولا عندك اي حاجه تبغي نجاوبك فيها، ولا تبغي اي حاجه نهضر عليها في فيديو قول لي وانا نهضر عليها، داكور. نديرو كي معاك. دونك هذا الاخر النيميرو تاع التليفون تصيبوه في العنوان كيما يقول لك، العنوان تصيبوه في الديسكريبتيف تاع الفيديو. حنايا اش نقول لكم، هاد العوام هادو اللي فاتوا ترى هادي شحال ما درتش فيديو على بالي، لو كان نلخص لكم زعماك اش صرا هاد لي 2-3 ديرنيير زاني هنايا في الخارج كيما نقول حنايا، الناس دفعت كواطها، ما نكذبش على خاوتي، الناس هنايا هبلت على بالك. رانا كل نهار يفوت تشوف واحد لي نيوز، تشوف واحد الصوالح تتقرمد من راسك، زعما الانسان بقى البني ادم اللي هنايا بزاف زعما، الا من رحم ربي، الا زعما كل بعض كولكتيفمون كيما نقول المجتمع، هي كمجتمع ماشي على الاشخاص كل واحد وحده، اللي فيهم المليح وفيهم الدوني وفيهم الفاطن ماشي فاطن، فيهم اللي يعني محلولين، فيهم اللي يعني مغمضين، وفيهم اللي انتيليجون، وفيهم اللي زعما على بالك حشيشه طالبه معيشه، وفيهم المليح والدوني كيما نقول حنا. ولكن كمجتمع زعما على بالك رحنا فيها، يعني ما بقى لناش زعما اي حاجه، زعما العقل هذاك والو راح، كل شيء راح، الهبال الجياحه، يخلقوا واحد الافكار كيما هكا ما عندهمش اي منطق، ما عندهمش اي علاقه مع الواقع، ويبقوا يعبدوا فيهم، يردهم عباده التاليه، هذه غير التاليه القصه التاليه اللي جبدوها، هاد الضربه تاع اليوكرين راح يخلطوا في لا روسي، ويا لا روسي على بالك لا روسي هذه جيتهم عليها، هذه 10 سنين اكثر، هذه اكثر من 10 سنين راهم عقابها،
راه مور لا روسي مور لا روسي ما كاش زعما مين ما يكونش عندهم يعني قبل لا قبل لوكرين هذه زعما قبل لوكرين كان يحوسوا على البلا باينه باينه عندهم عقليه تاع جباد البلا فاهم كان يحوسوا على المشاكل فاهم ناقل ما كانش يفوت نهار بلا ما يجبدوا ارتيكل على لا روسي اي حاجه اي حاجه سي با يبقى يخلطوا بقى يجبدوا كيما كيخترعوا من رزانهم وهي كانت واضحه هذه شعام عام بلي رايحه الكونفرونطاسيون ياك مقابله داخله فيها داخلين فيها موتا وداخله فيها لارمي وداخلين فيها السلاح وداخلين اليوم راهم يرسلوا السلاح لاوكرين كلي زعما لاوكرين غادي تغلب على لا روسي ويدفع لا روسي الحدود تاعها ويتبعها حتى لموسكو ياك زعما هذه زعما جاتهم فريسانو هذه جامعه الصراحه اساسا دونك يعطوا السلاح لاوكرين غير البارح 500 مليون ياك الدنيا هنا تموت بالمجاعه في الاوروب لي زوبيتو سبيطارات صافي داك 20 عام 30 عام ما بنوش سبيطار جديد وبلعوا عيطه من السبيطارات تروح هنا للسبيطار لهنا حضرك بالسوايع تاع المقارعه الناس طبيب تقارع بالطوما باش تشوف طبيب الناس تقارع بالعامين بالثلاثه باش ديروا اوبيراسيون هما روح عطي دراهم عطي دراهم لوكرين هاكو اشرو السلاح اسيادي هاكو روحوا ديروا الحرب فرحونا دونك لا روسيا قد نقطع عليهم الغاز الصيف راه جاي قلت لك انا في حر الصيف دروك المشتى راه داخله مع على بالك هنايا الصيف ها يدوم غير ساعه هنايا على بالك راه تشوف اليوم الحمى انا عندي 37 دغري 36 دمي يعني قرا هنا في الترمومتر تاع اللوطو ما غاديش يدوم هذا 36 دغري اليوم عندنا 36 دغري بالك من 3 ايام راه نطيح بعد يدخل الموادوت يدخل مواد سبتمبر طفرت صايب الريح والنو والبرد وكل شيء نروح نتصي بها الغاز نروح نتصي بها الغاز واش دفي الناس اي فلامان قال لك غادي نديروا كل زعما دي سونتر تاع حموان راك فاهم باسكو الناس كانوا خايفين كي يخلصوا الفاتوره تاع الغاز وهي هي ميم بلو ما ولاش ميم با غادي تاع خلاص هاد الايامات كانوا يخمو يقول لك غادي الغاز يطلع 3000 يورو في العام زعما مثلا ابارتمون نورمال فاميليا نورمال يخلصوا 3000 يورو في العام تاع غاز اروح انت يا اروح افهمها 3000 يورو تاع غاز في العام ياك هيا سما لا فاكتور هادي غطيح لزيرو لاخاطرش ما كاش الغاز صاي لا روسي قطعوا الغاز على الالمان هاد الايامات قال لك ما غاديش يجي هيا صاي سما هذيك لا فاكتور كانوا خايفينها تاع 3000 يورو ما غاديش كاع تجي هذيك اساسا هي تولي زيرو ولكن كي غادي يديروا باش يمشوا الصناعه تاعهم كي غادي يديروا باش يحموا الديار تاعهم كي غادي يديروا راهم يضحوا في برواحهم في سبيل لوكرين هذا لوكرين ما على باليش بقى لهم الدلال هذا لوكرين هذه 6 شهور ما كاش واحد كان يعرف هنايا في الاوروب زعما ما كاش واحد يعرف يصيبها في خريطه اساسا كنت تقدر خريطه تاع الاوروب وتقرا اسماء تاع البلدان زعما لا ماجوريتي تاع الناس انا ما عارف مش وين جاي يخلطوا لك مع لا بولونيا يخلطوا لك مع لا بيلاروسي ولا وزعما مين تلعب يخلطوا لك ما بالك مع المكسيك ولا راهم دروك يضحوا بارواحهم على هذه الفكره هذه تاع الهبال راهم على بالك راهم جايتهم يجبدوا ناس صوالح ياك يجبدوا صوالح ما يردهم اوبسيسيون ولا عندهم علاقه اوبسيسيونال مع الحاجه الله يستر ويحفظ اون توكا فوالا سي زعما نقول لكم صح هي الهبال تاع الجزائر ياك على بالنا بالهبال تاع الجزائر كي داير على بالنا ما الهبال اللي نشوف فيه هنايا زعما فات 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 قالت تقول تخيلوا فوالا جماعه نخليكم هذا الفيديو هذا يستجوز باش نولي نقول لكم السلام عليكم نهضر معاكم نشوف كيراكم دايرين نعرفكم كيما يقول لك نعطيكم النيميرو تاع التليفون ومن بعد نعاودو نبداو الهضره وصاي ما كاينش تعليق على شعري اللايف تاع عليكم الله ينورك على بالك هذا هو دار كيما هكا وصاي هذا هو هذا ربي مكتب كيما هكا اش غادي ندير انا عندي ندير بيريك دروك روح نقول روح عند الكوافير نقول هذه لي بيريك طلع في روحكم يا جماعه السلام